الخير الغاشي تاع اليوتيوب. حاليا مات بديت فيديوهات كيما نقولوا هضره على المنطق الداعشي، لاخاطرش المنطق الداعشي ماشي حاجه نقولوا مخلوقه جديده، ما خلقش في 2015 ولا 2010 ولا، راكم فاهمين. المنطق الداعشي هي حاجه راها من بكري في الكتوبات على الاسلام، دخلت في الكتوبات على الاسلام وتخلط فيهم، راك فاهم. لو كان هادي 10 سنين ولا حاجه كيما هكا جيت نهضر لك على المنطق الداعشي ونقول لك باللي شوف راهم كاينين صوالح في الكتوبه تاع الاسلام اللي دونجي، لو كان يطبقوا، لو كان يجي واحد يطبقهم لك في الميدان غادي تنفقع. لو كان كانوا بزاف منكم كانوا ما يامنوش، يقول لك راك تهضر وكيف على الهضره. بصح اليوم رانا في موقف اللي الناس راهم يخرجوا ورامي يقبضوا الكتوبة تاع الإسلام. هذا الإسلام اللي قلت لكم عليه، الإسلام مش الإسلام النبوي، الإسلام تاع الخلفاء والزعماء والسلاطين وكل شيء، هذا الإسلام رامي يدخلوه ورامي يطبقوه فيه في الميدان، فما راه يجيبها لك ويطبقها لك، راك فاهم. إذا أنت يظن بلي هذا الناس اللي كانوا القدوة تاع القدوة تاع داعش كما حكيت لكم على عبد الله بن أبي قحافة اللي كان يسموه أبو بكر الخليفة الأول، بصريح العبارة كتوبة كاتبين فيهم إحراق وأسبي الدراري وأسبي الأطفال ومنها، والناس اللي قالوها عليه في هذه الكتوبة ما قالوهاش عليه من باب الطعن، قالوها عليه من باب دير حاجة مليحة، راكم فاهمين. مهم كتوبة تاع فقه وكتوبة راهم معمرين بهم 1400 سنة، هذه القصص تتحكى في الكتوبة وما كاش واحد شكك فيهم ولا حاجة، راك فاهم. صوالح نورمال معدودين، مش تعسرى مين خرجوا داعش، داعش داروا داعش قبضوا هاد الصوالح وطبقوهم في الميدان، هذا ما كان، راك فاهم. الى هاد الانسان انت ترضى عليه وانت تبغيه وانت يا منه، اما تطلب ربي باش يجيب لك ممتله ويطبقوا العقيده تاعه ويطبقوا المنهاج تاعه، الى منهاج تاعه فيه القتل والذبح وبيعوا الدراري تاعك في كاجا، غادي ما غادي تصراك، تطلب ربي يجيبها لك، راك فاهم. يق تخمم خويا، تخمم، لاخاطرش اللي تفهم حاجه باللي كاع الديانات، راك فاهم. والاسلام ما عندوش، الاسلام ما كانش استثناء في هذا الموقف، كاع الديانات قبضوهم الزعماء وقبضوهم الحكام، المسيحيه صارت الحكيمه هكا واليهوديه صارت الحكيمه هكا، وكاع الديانات خسرهم، الحكم، خسرهم اصحاب البوفوار، يشروا بالدراهم، يشروا الائمه ويشروا المحدثين ويشروا اللي يفتوا ويشروا باش يدخلوا المواقف اللي هما يبغوهم اللي تجي المزاج تاعهم يدخلوها في الدين، وهذه جايه من عند ربي، جايه الهيه، وهي ما لا الهيه لا والو، هي غير هو خلقها من راسه تساعده. نعطيكم مثال اليوم، باش تشوفوا. هذا كتاب تاع ابن تيميه الحراني، هذا ابن سموه الصارم المسلول، كتاب هذا تحوسوا عليه انترنت بي دي اف تجيبه، الصارم المسلول على شاتم الرسول. هذا الكتاب فيه محاولة باش يردوا، الرسول صلى الله عليه وسلم، باش يردوه خليفة، راك فاهمين، يردوه خليفة بصفة لاحقة أبوستيريوري كما نقول لك، راك فاهم، ما عندها شجرة. مين جاو الخلفاء والزعماء والسلاطين؟ شقالك؟ قالك رانا نحكموا في منهاج الرسول ولا نحكموا زعما بالاراده الالهيه وكل شيء. هما شداروا ما طاقوش يروحوا للمنهاج النبوي في الحق، ما يساعدهمش، راك فاهم، لاخاطرش الرسول من جي من جي من جي تشوف ما كانش عنده، كيقولوا ما كانش عنده المعامله ولا ما كانش عنده الهيئه ولا ما كانش عنده الموقف تاع الخلفاء. اسمها شداروا، بغاو هما هو يقبضوه ويردوه خليفة، راك فاهم، يلصقوا فيه صوالح اللي يردوه كيفهم. هذه هي هذا هو المنطق، راك فاهم. هذا الكتاب تروح للصفحة 59، شوف في الفيديو هذه، شوف الديسكريبتيف تاع الفيديو، ندير لك هاد زوج باجات هادو نديرهم لك هكا، انت درك عليهم وتشوفهم دير بلا ما تحوس لا والو، راك فاهم. القضية هذه في صفحة 59 كي صرات هنايا في تقرا في الهامش، ياك تقرا من التحت هالجهة اللي نديرها بالصفر، إلا عندك اوديفينيسيون ولا تجي متحبس تما هنايا وتقرا، فاهم. شا قالك علي بن المدني؟ يقول
دخلت على أمير المؤمنين، قال خلفائك نسموا روحهم أمير المؤمنين على بالك. فقال لي، سمعوا كي تصرا، سمعوا المنطق، سمعوا المنطق كي تصرا. أتعرف حديثا مسندا من سب النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل؟ شوف القصة كي صارت. الخليفة راه يقول للسيد هذاك الابن المدني، يقول له احكي لي، ولا تعرف يا هل ترى تعرف قصة تاع واحد سب الرسول والرسول قتله؟ هذا رجل تاع سياسة راه يقول فيها، فاهم؟ هذا خليفة، وكما كانوا كاع الخلفاء كانوا تقريبا 90% فيهم كانوا طغاة، فاهم؟ كانوا على كلمة يقتلوا عباد، كانوا يقول لها اعدل يقتله، كان يقول اتق الله يقتله، راك فاهم؟ هادو هما الخلفاء، ما تكذبوش عليه، كذبوا عليكم ملي كنتوا صغار، كذبوا عليكم الناس المغنفين، بصح اليوم انا في الحق نهضروا، انا نهضروا بالسيريو، هضره تاع رجال هذه ماشي تاع قهاوي، راك فاهم؟ هذا الخليفة راح سيختار معينه، فاهم؟ شو راه رايح؟ كاش واحد ما عجبتوش الهضره تاعو، لا بيقتله، بصح ربي قلت له بحجة نبوية، فاهم؟ خاصة قصة نبوية ولا مسندة للنبي، فاهم؟ باش يدير هذيك الجريمة، فاهم؟ ويكون عنده حجة. اسمع شو يقول، نقراكم. علي بن المدني يقول: دخلت على أمير المؤمنين فقال لي: أتعرف حديثا مسندا لمن سب النبي فيقتل؟ فاهم؟ شيجي ابن المدني يقول: قلت نعم، هذا خليفة، فهم؟ تعرف فهم ولا قال لها نعم. فذكرت له حديث عبد الرزاق بن معمر عن سماك بن الفضل عن عروة بن محمد، في عن أنا بزاف توصل. كان رجلا يشتم النبي فقال النبي: من يكفيني عدوا لي؟ فقال خالد بن الوليد: أنا. فبعثه النبي إليه فقتله. وين شتو نتوما كاع الرسل ياك، كاع الرسل اللي جاو تعذبوا وتقايسوا بالحجر وكذبوهم، قال لهم مسحورين، قالوا لهم رحجوهم، فهم؟ وما زغدوش، هذه على قضية الشتم، قال القتل. وين راها؟ وين راها الحجة؟ مين راه جايبها؟ فهم؟ ما كاش، فهم العقلية؟ فقتله. فقال أمير المؤمنين: ليس هذا مسندا، خلع. هذاك الخليفة ما أمنش بلي عنده حظ كيما هكا، جبد الحديث في البلاص. شي جاوب ابن المدني: يا أمير المؤمنين، بهذا يعرف الرجل، واسمه قد أتى النبي فبايعه وهو مشهور ومعروف، راك فاهم؟ راه يجيب له السند، راه يصحح في السند. من اقتنع الخليفة باللي جاب له حديث سوليد، راك فاهم؟ على حساب سوليد، على حساب زعما هالحديث راه زعما فيه وثيقه، على حساب الكريتير تاعهم كيما نقولوا، راك فاهم؟ شي يصرى، شوف شي يصرى خاوتي، شوفوا شي يصرى، نوريها لكم باش ما تقولوش اني خلقها من راسي. اقراوا شو ما ندير صباح هنا، شا قال له اقراوا، هاي مسطره بالصفر، هاي نقربها لك اقرا. ايه شا قال له؟ فأمر لي بألف دينار، فهم؟ ها الأحاديث، ها أنا بزاف الأحاديث كين خلقوا، فهم؟ ألف دينار في ذاك الوقت، ألف دينار كيما نقول لك دينار كان بالذهب ذاك الوقت، راك فاهم؟ ألف دينار كيما نقول لك ميل أورو تاع دروك، ميل أورو مش ميل أورو، مية ألف أورو، راك فاهم؟ مية ألف أورو، روح أنت دير لي بالشون، شوف لي بالجزائر شحال الجزائر تعطي، حنا أنا فايتين المليار واقيلا، فهم؟ غي بال الاخر، فاهم؟ باش يحكي قصه واحده، خلوا الدين على جهه. مؤرخ راك تقرا كاعي تقول راك تقرا شهاده، واحد راه يهضر حاجه مهمه، راك تعرف يا هل ترى هذا اللي راه يشهد، يا هل ترى الهضره اللي يقول فيها راه يقول فيها ما عندوش اي انتيغي كيما نقولوا، ما عندهاش اي ربح فيها باش يقولها، فاهم؟ تجم تثق فيه. بصح انسان اللي يخلص باش يبيع الكلام هذا ما فيش ثقه، هذا انسان راه يروح عند الزعماء وعند الحكام ويبيع لهم كلام بدراهم كبار، يا ترى تثق فيه؟ بالك قال الصح، بصح بالك ما قالش الصح، ان توكا احتمال كبير باللي راه يكذب،
راك فاهم كذب كم فاهمين ها القيمة الحديث على هذه النهار اللي جاء كعيطوا له النهار اللي جاء هاجو مسلم والبخاري وكل شيء صابوا مئات الالاف تاع الحديث علاش لاحظتش الدنيا كانت تبيع 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 اللي يجي وهذا هذا هذا راه عند راه من المقربين هذا راه عند الخليفة على دي باع الحديث 100000 دينار ب 1000 دينار طيب الحق الحديث كان بساندويتش يبيعه لك راك فاهم تعطيه معزة ولا يبيع يبيع لك حديث كان ياكل احاديث كاين يحكون في في الاسواق كاين يحكون في 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 الجوامع يحكون في الحلقات يحكون في الطرقان يحكون في القصاصين يحكون راك فاهم لاخاطش كان يجيبو على هذه وصلت انفلاسيون كيما نقولوا حنايا معناتها على هذه خلع في كاع نهار اللي جا نهار اللي جا كيعيط على البخاري خلع ولا مسلم نخلعوا صابو فاهم العقليه هذه هي إيه تخمم خويا تخمم الأمراء خلصوا عباد بهذه الصفة خلصوا عباد باش يحكوا لهم قصص اللي هما كانوا باعينهم علاش باش يردوا بصفة لاحقة نعاودها لكم الرسول يردوه خليفة أي قبضوا الجرائم اللي كانوا يديرهم هما ويجيبوهم بهم ويلصقوهم في حجة نبوية يقول لك هو الرسول بحو كان يدير هكا عباكم في سيرة ابن إسحاق مثلا ابن إسحاق كذاب كبير على بالك ابن إسحاق ابن إسحاق مدلس ابن إسحاق قرأوا الكتاب تاع الآخر كعيطوا له نوريهكم نوريهكم ربي عباك السيرة النبوية عباك بلي السيرة النبوية 90% تاعها لا عندك جاية من سيرة ابن إسحاق اللي عاود كتبها عاود كتبها ابن هشام من بعد بصح ابن إسحاق صاحب السيرة نوريكم هذه مش باين نوريهاكم بصح راه عندي نوريها لخاوتي شوفوا تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس هذا شو كتبه كتبه ابن حجر العسقلاني ابن حجر العسقلاني هذا شافعي سني هو اللي كتب كتاب مهم بزاف عند الـ عند الـ عند أهل السنة سموه فتح الباري للشرح صحيح البخاري أي هو اللي شرح صحيح البخاري فهم هذا إنسان حجة القول تاعه حجة فهم شو يقول لك أصحاب التدليس المدلسين جاب منهم خمس مراتب هيا لا وهم على خمس مراتب الاول من يوصف بذلك الا نادرا راك فاهم الا نادرا هذا النيفو الاول النيفو الاول ديجا انسان موصوف بالتدليس راك فاهم الثانيه من احتمل الائمه تدليسه فاهم الثالثه من اكثر من التدليس الرابعه من اتفق على انه لا يحتج بحديث من حديث بشيء من حديثه فاهم الخامس مدلس في واحد اخرين من ضعف بامر اخر سوى التدليس فاحاديثهم مردود فهم شدر قضب مدلسين ودار النيفو من الواحد حتى الخمسه فهم تعرف ابن اسحاق ابن محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي هاولا راه في كتاب التدليس طنيفو شعل ربعة نيفو كات خويا نيفو ربعة هذاك مدلس فاهم مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم وصفه بذلك أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل ليم المؤسس تاع المحدث المؤسس تاع المذهب تاع الحنابلة ودرقطني وغيرهما راك فاهم راك شوف باللي هذا ابن إسحاق مثلا كان يقول في الكتاب تاعه في الكتاب تاع السيرة النبوية بلي الرسول كان يعذب بنادم على عثر تاع دراهم فاهم انسان كان خازن واحد الضمدومة تاع دراهم والرسول قبضه وعذبه حتى يقر قال قر باش تجبد لي وراك خازن دراهم فاهم هذه نبي يديرها هذه لا عندك يديرها فاهم والعباد العباد كل جهل بزاف عباك لو كان نهضر ما قلت لكمش هذا القول وما قلت لكمش هذا الاخر على بالك باللي نحكي لكم على الاخر هذا راح لي اسمه هذا ابن اسحاق يقول لك اقتضى في تطعن في ابن اسحاق ما تحشمش فهم هذا اسحاق هرب ولا مالكم فاهمين هذا هو عايشين عباك عارك معاكين بزاف عايشين في الوقت تاع الالهه وقت قريش عندهم الهه راك فاهم الهه كيما هكا لو كان تهضر له فيه يجل يكلب يا ودي هذا ابن اسحاق نبيعه ونزيد عليه ونشري كلب اسيدي كذاب مدلس فهم وهذا المشكل تاعو كاع السيرة النبوية 90% جاي من عنده كاع اللي كتب السيرة النبوية يقولك شديت على ابن إسحاق نخليكم وندير لكم فيديو سبيسيال على السيرة النبوية سيدي